بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أن شاء الله تعالى وحمد الله ولنا مؤتمر كيني أن سند لها أها وقبلت لي مسجد إقرأ وقبلني دمرك الصومالية مؤتمر كوحن كتر مقعيسة وحا مؤتمر كلوب هي سنة كان كنا في عن أينما كنت نقع قف واحتر لي مالك استوى أتشوكتو مؤتمر كوحن كتر نمالك سي لبعض هي محاضرة دي سي صدحان محاضرة دا وحا ينقل دون إن شاء الله تعالى شيخ محمد بعر أو النبي يود كنوروي شيخ واحد وجري دونا محاضرة كسابسا سورة النور بإذن الله تعالى هي وحيارها لجا مركة لجا فائدة ملجا قاضنا يو فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أخواتي في العقيدة، إله سبحانه وتعالى ومهد اسكالة نقدق البني آدم نقدق ضد مسلم نقدق إله سبحانه وتعالى قوة عدين تيسؤه قاسم خيرك أي وناك جعل تعالوا فضل إله سبحانه وتعالى ونرد دورتي أنت كذب وحن ذي الله قيب صندونا هذي الله سبحانه وتعالى أقول هذا سورة النور هي أحكام تيدي سورة النور هي أحكام تيدي كهذا اللي سرمتي وقتك إنك استو إسخير يهي سورة النور لا يكوها بوران لهيد إلي ويكالي قيد قادتا مصبوع قادتا بإذن الله الباري انتي ألا نقا قرنسي أيام خراسين دونا سورة النور. أولا سورة النور أولا وسورة مدنية رسولك عليه الصلاة والسلام أنتو كنا على مقالة مدينة سورة دي هي سودة قبل سورة النور كملتها. سورة النور كلمة حيكم عظمت هاي آيات قرآن سورة دحدي إذا كنت الله نور السماوات والأرض. نور هو إفتين سورة دورنا بانا إفتينا قرآن كورنا إفتيني وذي هذا سورة دا أردن با ولا إفتينا سورة دان سورة ده كلا وحي كجد وانتهي أدو حي قادا بكتا أخلاق ذا قف كم مسلم كأهي لجد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وحلقة هيا دتك ولايات كإسلامي جاء جوجا مدح ذوها حل أمير كأوها إن أوي لعلموا نساءكم سورة النور دمركين وحد برتان سورة النور تمركينو وحاد برتان سورة النور قبرنا مسلمة دا أهي وحال لقولت تاليي هوري لقولت تاليي هدرنا أنقلت تالينا إن سورة النور وحا أي حنبار سنتهي ومعنها إذا يكارتو سورة سيدة قلنا أخلاق بيك هذا ليسا إنك استوخى الموضوع حوق أي ساريسو حتى سورة دو لما أنت الوحي كهذا ليسا أخلاق قف كم مسلم كأجارها قبر دم مسلمة داهي أخلاق دلوقة باهي هي أي سورة دو تلمام إيسا سورة دو وحيتابا دونتا وأن أركي دوننا أولا مركة أبوها الرئيسة وحي أرد وقادة بيغيسا كهذا ليسا وحي الزينة اللي يراه زينة زينة وحي اللي يراه أي سورة دو كهذا ليسا قود أهان سيجارة محاورة الزنا اللي يراه ده قفك هدو الزنا قرده عه انتين نوع بوك ربا حيا حدود قبان يسا محايته هاي ضدك حدود فينا يا محاشرتي هو اللي قدونا اياه طلبات وحيك هاد اللي دونتا حد اهدنا قفك قبر دا محسنات دا اه قبر دا محسنات دا اه يا الله سبحانه وتعالى رميسي يا منك سيدوك على دورسون او اسلام محسن كا عدي افلقا ديسا زينك افلقا ديسا شرعي وحا وكاكاو اي سورة هذا الحب وقادة بيك دونتا
waxaan arki doonaa labada isqabta ninka iyo xaaskiisa. Haddii ninka xaaskiisa zina uu ku tilmaamo, axkaamta meesha ka dhalanaysa labada qof sida loola mucaamiltamayay suuraddu sidoo kale taaban doontaa. Sidoo kale suuraddu waxay taaban doontaa aad uga hadli doontaa ifkiga iyo been abuurka dadka wan wanaagsan loo geysanayaa sharciga waxa uu ka qabay meesha uu ka istaagay. Sidoo kale suuraddu waxaan ku arki doonaa gudaheeda isti'daanka guri markaad tagaysa qaabka loo galo, reerka jooga sida loola tacaamulo, isti'daanka isaga ah iyo axkaamtii uu xambaarsanaabay suuraddu ka hadlaysaa. Sidoo kale suuraddu waxay taaban doontaa quddul basar, wax la yidhaahdo raggii baa marka hore lala hadlay inay araggooga laabaan, farjigoogana ay xifdiyaan. Dumarkii baa lala hadlay, weliba dumarka aad baa loogu xeel dheeraaday in araggooga hoose u raariciyaan, farjigoogana ay xafidaan. Xijaabkii bay suuraddu aad u qaadaa dhigtay ta'diib gabdhaha mu'minaadka ah ilaahay subxaanahu watacaala uu edbinayo, lagana doorayo intay adduunka ku nool yihiin dad dhowr soor oo qiimi badan, mujtamaca ay ku dhex nool yihiin dhexdiisa edab ku leh, allah subxaanahu watacaalana agtiisa sharaf ka leh, aakhire markay tagaana kuwa jannada gala inay noqdaan ba allah subxaanahu watacaala la doonaya. waxaa kaloo suuraddu ka hadli doontaa oo ay amar ku bixisay dadka aan guursanin ee rag iyo dumarba ah in loo guuriyo. ay suuraddu ka hadlaysaa dadka aan guurka lahayn ee aan reeraha ahayn ee rag iyo dumarba leh in loo guuriyo, suuraddu ka hadlaysaa. sidoo kale addoommadii laftoodii lalahaa in loo guuriyo, suuraddu ka hadlaysaa. waxaasoo dhan dagaalka zinada lagu hayo ayay suuraddu tilmaamaysaa. waxaa xigi doonan arki doonaa maqda cajiib oo caqiide ah oo xukunka islaamiga ku saabsan ayaa aada loo taaban doona. waxaan dib ugu noqon doonaa isti'daankii laftiisii oo dhowr nooco kaleba. hadii hore waxay ahayd guri adiga aanad lahayn markaad tegaysid qaabkaad isti'daanka ama ogolaashaha u qaadanaysid, laakiin qoyskii odagii islaantii iyo caruurtii ay dhaleen qaabkay u wada noolaan lahaayeen bay suuraddu ka hadlaysaa. markay caruurta yaryar yihiin iyo marka ay waaweynaadaan laftoodii baa la kala bixiyey. sidoo kale waxaan arki doonaa gabadha muslimada ilaahay xijaabka ku waajibiyey goormay xijaabka iska fududayn kartaa ayaan arki doonaa. arrimaha iyaga ay suuraddu ka hadlaysaa. idan waxaa muhiima qofka alle iyo rasuul rumeeyey oo ilaahay subxaanahu watacaala u hogaansamay diintiisa jecel, eeg weliba gaar ahaan gabadha muslimada suuraddan marka lagu dul akhriyo, inta ilaahay ka garansii ay ka fahanto inay ku dhaqanto laasim wey. kow, waxaan ka bilaabaynaa xadda zinada, waxaan ku xijin doonaa xadda qalfu lmaksanaadka, waxaan ku xijin doonaa xukunka la yidhahda licaantaka. awalan xadda zinada, zina maxaa la yidhaahdaa? zina waxaa la yidhaahdaa laba qof ee aan isqabin oo aan shaqo isku lahayn ee xaaraan isugu tegay baa zina la yidhaahdaa. dumarkii baa la hormariyaa zaaniyatu wa zaani, gabdhihii ama dumarkii zaaniyaasha ahaa iyo raggii zaaniyaalka ahaa. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu dhexdooda qofku hadduu zinaysto, rabbi subxaanahu watacaala wuxuu tilmaamayaa in la garaaco mid kasta oo labadaasi kamid ahee zinaysta in la garaaco. maxaa lagu dhufanayaa? boqol jeedal baa lagu dhufanayaa. kow, markaa meeshaa maxaa ka baxaya? waxaa ka imaanaya qofkaan zinaystay qof soo guursaday miya, qof aan weli guur soo marin miya, qof addoonhoo la leeyahay miya? xuquuq badan baa ka imaanaysa. qofkan soo guursaday ha la garaaca la leeyahay, bishardi markaa la garaacayo waa inuu yahay qof aan guur hore usoo marin. raggii dumar midkuu doona ha noqdo, waa inuu yahay qof aan guur hore usoo marin. waxaa hadlaya sidaa leh waa allah subxaanahu watacaala wey, oo la hadlaya addoommadiisa rabi inuu edbiyo qofkan guurka soo marin. rag iyo dumar midkuu doona ha noqdo, garaacid baa dushiisa ahatay boqol jeedal ama boqol garbaash baa lagu dhufanaya. haddii laakiin guur uu soo maro, xitaa gabadha ama ninka mar ama saacad maalin ka mid aha is arkeen oo galmaha sameeyeen, hadday taasi dhacdo arrintu kor bay u kacaysaa, way ka gudbaysaa in la garaaco. marka
heerkan haduu guur soo maro ama gabadhu guur ay soo marto oo ninkayga is arkaan saacamaan minan mahaar ama ninka guur uu soo maro gabadhu qaba is arkaan saacamaan nahaar xaddi way ka gudbaysaa boqol noqon mayso waa taaban doona ama laakiin haddaanay guur soo marin wiilkii iyo gabadhii zinana ay ku dhacaan allah subxaanahu watacaala wuxuu tilmaamayaa mid kastoo labadooda ka mid ihi boqol baa la garaacaya haddii xor ay yihiin wey haddaanay xor ahayn oo addoomma laleeyahay ay yihiin boqol la garaaci maayo konton baa la garaacaya fii suurati nisaa baa rabbi subxaana watacaala ku tilmaamayaa ilaahay wuxuu yihi facalayhinna nisfu maa cala almuxsanaati min alcadaab nisfu maa cala almuxsanaati min alcadaab gabadha xorta ah haddii boqol ay ahayd addoontii waxay noqonaysaa konton iyadii la garaaco ayay noqonaysaa idan waxaan garanay reerkan soo guursanin qaabka loola tacaamulayo guur hadday soo mareen maxaa la yeelayaa guur hadday soo mareen labadan qofee ziinadu ku dhacday ama midkood uu soo maray arrintu way gudbaysaa waa la dilayaa dhagax baana lagu dilayaa waxaa dhici kartaa dadku markay diinta ka fogaadaan oy muddo ka durgaan sida maantaba jirta in la yidhaahdo waa sidee qof inta meelo fadhiisiya dhagax lagu dilayaa waa maxay yaa fulinaya iyo xuquuq kale wey laakiin qofkan dhagaxa lagu dilayaa allihii abuuray baa wuxuu farayaa qofkan dhagax lagu dilo cid kaga naxariis badan allah subxaanahu watacaalana ma jirto ilaahay wuxuu leeyahay dhagaxa lagu dilo markaasaa maanta waxaad arkaysaa dadkii islaamka ahaa inay leeyihiin maye xuquuqulinsaankaba tani kuma jirto ilaahaygii insaanka abuuray xuquuqdiisa addoommadii cid ka taqaanaa ma jirto sidaa daraaddeed qofku hadduusan guur soo marin garanay hadduu guur soo maro meel baa la fariisiinayaa ama god baa loo qodayaa dhagax baa nafta looga qaadayaa ilaa uu ka dhintaana lagu wadaya nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam baa sameeyey raggii saxaabada ahaa ee ka dambeeyey baa sameeyey qur-aanka iyadoo xugum ay ku jirtaa cumar ibn khitaab laftiisii baa tilmaamay ilaahay subxaanahu watacaala waxaa jirta aayad fii kitaabi illaahi xukumkeeda ku sugan yahay laakiin qiraa'adeedii la nasakhay ee allah subxaanahu watacaala uu leeyahay alshaykhu waalshaykhatu idaa zanayaa farjimuuhumaa albatta nakaaran min allah wallahu casiizun xakiim xukumkeegii baa la nasakhay ee aan dhaho qiraa'adeedii baa la nasakhay laakiin xukumkeega qur-aankuu ku jira cumar ibnu khitaab radiallahu tacaala xilligu amiirka ahaa waa ka hadlay aayatu rajmi wuxuu uhi waan akhrinay waan garanay waan weelaynay rasuulullaahi calayhi salaatu wasalaam ayaana baray uu ku rajmiyey qof soo guursaday annaguna waan ku rajminay hadhow dadku markay muddo joogaan ee in badan ay sii noolaadaan xilligaan aad moodda inuu ka hadlayo waxay dhihi doonaan aayadda qur-aanka kuma sugno haddaba way ku sugan tahay ogaada buu leeyay weliba iyadoo xaji la joogo oo yowmulxaj ay tahay idan rasuulullaahi calayhi salaatu wasalaam baa rajmiyey weliba mar iyo laba iyo ah gabadhii waxaa ka mid ahayd zinaysatee nabiga calayhi salaatu wasalaam u timid markay zinaysatay ee tiri yaa rasuul allaahi tahirnii rasuul allow itaahir yeel oo itaahir bimacnaa itaahir waa maxay dembigii aakhire weynay bay ka baqaysaa adduunka yarta nafteeda inay dhaafiso nafteedii bay iibisay sidaa daraaddeed bay tiri itaahir yeel rasuul allow oo itaahir nabiga calayhi salaatu wasalaam waa ka lexlexd ilaa ay tiraahdo uur baan bal la leeyahay zinada zinada lafteedii baaban uur la leeyahay ilaa nabiga calayhi salaatu wasalaam uu yidhi adigu xuquuqda in lagaa oofiya waa sax laakiin ilmaha calooshaada ku jira dembi ma uusan gelin diinta islaamku siday wax u ilaalinaysay xuquuqdaaba leh calooshaada ilmaha ku jira dhib ma uusan geysanin sidaa daraaddeed ilmaha calooshaada ku jira marka horaa dhig ilmihii bay dhigtiid oo ilmihii waday timid waxaa la yidhi qur-aanka wuxuu ku farayaa in gabadha ilmaheeda laba sane ay nuujiso sidaa daraaddeed ilmaha xuquuqdii uu kugu lahaya labada sane inaad nuujisa soo dhamayso labadii sane ay soo dhamaysatay markaa kadib bay u timid gabadhii afarta koona mare loogu xari waa la dilay rasuulullaahi baa nool sidaasoo kale qisatu maaciz rasuulka calayhi salaatu wasalaam rajmigu markaa uu sameeyey idan rasuulka ayaa rajmi sameeyey aayadda xukunkeegana qur-aanku ku jiraa laakiin qiraa'adeedii baa la nasakhay qur-aanku aayaad noocaasa way ku badan yihiinoo
قار حكم كوجي أو جوجو أو قراءة ذي لنا صحيح القرآن كوجي كتسيد أيضا نقله قار قراءة ذي القرآن كوجي لكن حكم كوجي لنا صحيح سيد أنفال آيات كوجي توكله سورة المجادلة آيات كوجي توكله إن بدر رصاص وكان الوجرا إله سبحانه وتعالى قرآن في سلوى نوبة المامي سيد درادة قبره أما ويلكو حدي يقول أنت يصامر عن أي زينستان بلحبا كولو غسينية وأنا الذي ليا حتى مرنا هالنقطتين يسأركون والزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ضدك مكة حكم كفولين يا الله ضوي حليري يا رئيدي انقبانين وحن حريس أح أو أطريق أح يا رئيدي انقبانين إلهي الشريعة انت كتكتان سيدما انت وحد عاية وكالوقفنا ونعقل احنا قدري كرا إلهي حكم كي سلقه فيه وهو الفقيم بدن وليبا ضدك هو اللي يسديك لالي وحليري إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر حدي علي آخر بعد رمي سنتهين نوع فوشة وحا كبك مي وح أسحان أيان الله سمينين ضدك كالالفر وحالي اللبضا الماشا اللبو قرباشا يا أما اللبو ديلاي كوح مؤمنين إهي حتي مادو وهذا سو حاضر ومحال ليهي هبلاي إهيب البامان تلا قراعيا ويزي ريستين قرباش با اللبو لفرايا هلي مادي إعلام با اللبحينيا أما هبلاي إهيب الأوزي ريستين أيامان تطلح لغو ديلاي هلي ماذا للي هدف قوام حي بلشدة لدورة يا بلشدة نظيفة أردقني أخلاق في عل إلي نقطة لدورة يا هديب كي أردرس الإيمان كي سوية راحتا داد كيو لديلا يا أما لقرباشا يا مركو أركو هو جوك سنعي خلق بصميني سيدا درادي دوا مجتمعي انتي كاليسوها بيبا إلاليني سيدو كلا الله سبحانه وتعالى وحو تلماما يا قف كزانيقة أه أما ويل هالنقطة أما قبر هالنقطة إنو سنقور سنين قف زاني أمويا قف زاني أمويا نقف كالينو سنقور سنين نعم لا يمكح ذا وحي وقال بسمعي صلى الله قال وحي له ذا قال ماذا بان لو جيدا ومعاشرة ذا لنك يحاس كي سدح مري سي بان لو جيدا قال له وحي له ذا المية وقور كالفتيسة لابد بوان نقن كرتا محايا لي لابد بطاقن كمار كان نظفير إنو قف كزانيقة أهي من إساقو كالإها عديسين إها قيمي آن لهين شرف لهين دمير آن لهين ضدني مرة هين زانية بوحك دورة يوغرات سرية حيالي قبر وحسكو فريسة قيمي بدنا ضدني مرة هين متحجبة عفيفة وحدك نحن إسوما قورته وحكي سنة آدمش ضدنا كمارها مرة ربطه لكن سومالي وتهدي جيرت الشبر مش مركي سولة قورة حق مركا ينقطه قال ماذا مركا ينقطنا نين زانية أول بوسن يسكوها الليلين آذين قبر متحجبته في عن عفيفة لو صنوحا بأن نقرنين حقيق آدمي إسلوه وقه يعني كييرين إيادنا وما إيمان كرو إياد أبوه محاقف للقالي كراهي سيدا درادت قولكو مركا ينقطنا قال ماذا مركا ينقطنا سيدا سوكال وحن وحن بوحكر راد سدان قول مركا ينقطنا قفحن قفحن بوه راسدان قف وناكسن قف وناكسن بوه راد أو راد سدان سيدا درادت نيك زاني ديه وما قال بودناك زانية مويارة أما مد قال أهون مويارة قبل زانية ده أهنا سلا سكر وحكم دانه نين زاني أه أما مد قال مويارة الله سبحانه وتعالى دتك مؤمنين تاع وحن وصخ ذا ينقيم جراحين رب وكسر مريج شرف كبر وكسر بقيم وحن وحيد دانه وحن بيجي لقذف المحسرات قذف وحلي رهذا أفلجاده يعاي رق يا دو مربا ويكون إيمان كارتا قبر مؤمنة ده وعلي الرسول رميسي إذا كان حمدا أنن أقونين إشكا أنن كراهين يوي المؤمن أح ووحن أنن قراني لهدي إنت على أفلقا ديو الزنا لغو تلمامو محاكا دالنكا محاكا دالنكا قران قوة المامي قولاد عن أفلقات هذا جيسا ريسا حدي أي كتل ما من قبر دانو إيرا دان وقفح ميراه وريكتا وزانية هذا يتراه دو وقو يراه دو أما أي تراه دو أفلقات هذا وحيك إيماني سرق إدومر لبضو بوان نقوم كران وحلو جيسان أيانا رق إدومر لبضو بوان نقوم كران أفر مرخاتي هدان إلا إيمانين هذا كان سيدة فضود اللولاية هاي عريسك إلهي أكتي سيء كلاية هاي رب النوت المميه ضدك قبضنا في لقادينا يوازان يدل أنا قفحنا ما له وريكتو ويالي
أما قبضا عن قبضها كلا أفلقدينيس أما رجع أفلقدينيس الزنكو تلمامش أفر مرخاتي أهدي آري لإيمانين رب سبحانه وتعالى وحوليه هي قفك أفكي سوحا إيكا صابحين حلا قراع سديتن جادر لها لقرفتو سديتن قرباش بها لقرفرية ما يتاسو كريا مايا نينك وحا يري مركا سديتن قرباش لقرفتو مرخاتنا مقال وح مرخاتي أهو أو قرانا مجرد انت أو كريا مايا مايا وفاسق بالي إلهي طاعلي سكبحي حدريمي كرتا كلمة دان أن نقر نلفرود إيه قبلها الإسكاف لقاديني إيه لعايني إيه لليه قف حنوي إيه لليه وزانية إيه لليه سلوريكتوي كلمة دان عريس كإلهي أكتس أي كلادة محلقو متايستي قفكي يري حدوسا مرخاتي كينين وليبا مركو زينادة كو تلماما شرعي وحو تلماما يا قولي بإسلاق قلان إيو قوبي ودهو قنايان إيو قولكي كو حرودان إيو هوسي كسوحر تاني وحا وحا الأكبر أيما مباشرة وحا دعا ينو أركون أفر قفنا يكو أركان وحا دعا ينو أركان أفر قفنا يكو أركون سيدا ساشر عوة المامي أفر قف وهوش يو سعطة أي أركان مركاسوي مركلة المامي هدي مركا أفر قف لكيري وايام حا دعا يدين تاني وحي ديدان تاهي تهمد وحا ليلة إي وحا لا تهمه وحا إيرات تاهي وحن أم لينا وانت أروه سدار إلى هاي وإلى موقتي رقم كي جاوئك لا شرع وح وبنب دونيا أفر نمبا لدونيا ومر خاطئة إلا هدي أفرتي لوايو صدح تلا أقبلي وح هدي صدح صار شيء قام صدح نمبا صار شيء هوش يوسف دعيس أكين إمام كيدتك حكومي بيقوي مالين annaga aragno saddex baan ma hawsho dhacaysana lagni hebel iyo heblaayo iska zineysaray sharci wuxuu faraya saddex diina miya mid afarad miya haysan maya saddexda suuqa lageena sideetan garbaash baan midkiiba lagu faray hada saddex baa aragtay oo laakiin afar ma way quraan wuxuu tilmaamaya thumma lam yaatu bi arba'ati shuhada thumma lam yaatu بأربعة شهداء أفر مرخاتي على دوريا هدي أفر لو يسدح كوكيران وإذا كان هوش يصعطان أرقني أنا قا سدح دي أنه قوب جوك أهين سدح دودة بوالك حين مد أفراد مياد هايسان مايا برطان كمدانة برحادي هايد بالغينا مد كسكو سدح دودة كميدة سديتا مارا غرفانا يا درباش محايا لي ما أرقت ها مرخاتي أفر مجرس وما ها محايا أفكين وقبسوني أفكين محدوقة بسوية شرعي وسيدان وديها حتى سدح لما أقبل لما استدعى من سدح حتى لما أقبل وين أفر نقطة وقدر كركبات أفر تبي وين هذا الكين واش يعني إنك عمل لبدا من سدح ليبع إلهي سبحانه وتعالى وحوت المامي كوب سديت انقرب سيدان تلمعنا سديت انجادل بالغور فرعي سوق انت اللي انت وحدار مجتمع ده يسنو كعيب وبين حنوك يجيك وعي ما كان حنوك لبوا نقرية مد ضميري أه ومجتمع ده يسأل وقرا هبل ولا قرا عبلا ولا قرا عي وحنون نفط دي بايود كي جيت ترى وقرا عيا سديت الجدل بعلى قول فتو سديت الجرباش بعلى قول فت إذا لا بد اللي يعمل ولا جح نوجي مركا وقدر ككوبادي طلبة قفوي أو سو تاجن أو معقولة أو مجتمع ده يسأل سمعت كور أو قف لنا اللي يري مرخاتي ما قشيد حد إلى هذا الحد كور مرخاتي ما قشيد اللي يروح هبل مرخاتي ما قال لي حالسو هبل مرخاتي ما قال إذا قف كاس مرخاتي ما قال سديت أنا سوى لغور رفتي مرخاتي ما قال مرخاتي ما قال أفر الله سبحانه وتعالى وحكوت المامي قف كاس إنه فاسق يحي سديت أنا قرباش عدم القبول شهادته مرخاتي يسير أنا لا أقبل إلا هو حكم إنه فاسق يحي صدح ذا حكم بقادنية حمرك جرتاه حدو قف في توبت كانوا إلا آيات كذا ما يسوى حيلا هاي إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم محاد عيا وحدي مع دعيسة ما خاتيق من الله أكبر قف في هدو توبت كاري فاسق من مدي ميوك بحيا هرتا سديتك قرباش مرنسي أولي عميس محايا سديتك قرباش وحقوق قف كان لأفلق ديري أولي يهيوي مرنا بهدو توبت كان حتى سديتك قرباش قف كان أولي وقود عيسى
labadan kala laakiin isku haysta oo la yiri marxaatigiisa ma la aqbalaya fasaxnimadana ma ka baxaya ara fara badan oo fuqahaadu ay ka tiriba jira runtii gali mayno waqtiga aad noogu yar laakiin waxay u badan tahay mar qofkan haduu toobad keenay allah subxaanahu wa ta'ala uu toobad keeno in marxaatigiisiina la aqbala fasaxnimadii uu ka baxo taasna waxa weeyaan xaddi qadful muxsanaat qofku marka haduusan ka toobad keenin maxaa dhacaya suuradda qaybteeda kalaan ku arki doonaa allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay ina aladiina yarmuuna almuxsanaat alghaafilaat almu'minaat lucinuu fi dunya waalaakhira walahum cadaabun cadiim kuwa gabdhaha muxsanaadka ahee dhowrsoon ee cafiifaadka ah allah subxaanahu wa tacaala ka baqay aflagaadeeye zina ku tuuray adduunkana lacnad bay ku leeyihiin aakhirana cadaab adag bay ku leeyihiin idan waxaad ogaatay hadduusan qofka ka toobad keenin isagoo xaddii laga oofiyo la garaacay ayuu haddana adduunka ku lacnadan yahay aakhirana cadaab adag buuray intaa muxuu ku mutaystay kelmad afkiisa kasoo baxday si sahal uu u yidhi isagoon waxba hubin afar markhaatin aan la imaanin sababteediibaa wuxuu ku mutaystay in jirkiisana la xanuujiyo mujtamaca dhexdiisana ku ceeboobo adduunka intuu joogana lacnad dushiisa ay ahaato aakhira haddii uu tagana cadaabkii adkaa la geyay waa kelmadda afkaada kasoo baxday idan marka waxaa qurux badan qofka mu'minka ahi wuxuu hubay inuu ku dhawaaqo wuxuusan hubinna uu ka joogsado waxaa soo haray shayga lacaanta ka leedaha waa ka duwan xukunka aan soo marnay lacaantanka wuxuu dhexmarayaa labada isqabta labada isqabtaa dadkaa kale shaqo kuma laha wadaadii iyo wadaadkeegiibaa kala shaki ama ninkii baa yimi gabadha hadda iyadu tiraahdo wax lacaanta ka imaan maayo laakiin markii ninka uu ku yidhahda xaaskiisa iyadoo ziraysanaysaan arkay xaaskayga hadduu yidhahdo walciyaadu billah iyadoo ziraysanaysaan arkay haddii uu yidhaahdo wayna dhacday nabiga nin saxaabi abaa u yimi uu yidhi yaa rasuul allah gabadhii aan qabay baan hebel ku arkay isagoo saara mu waa kelmada usigeeda gabadhii aan qabay ayaan ku arkay hebel oo saara mu hadda waa gurigiisi waa gogashiisii waa xaaskiisii rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi afar markhaati baad keenaysaa wailaa xaddun fii dahrik afar markhaati oo hawshaasi markay dhacaysay goobjoog ahaydoo kula aragtood adugu afar ka tahay baad keenaysaa haddaad keeni weydo adaa lagu garbaashaa lagu garaacayaa baa hadda waa gurigiisi waana soo arkay saxaabiga oo sax bay noqotay markii dambe waa lagu garaacayaa waxaad dareemaysaa xaaladdu inay culustoo kelmadan layska yiraa wax sahlanaanay ahayn wadaadkii wuxuu yidhi runtii waa murugooday xagguu isaga jeestay wuxuu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala baa markaa isoo furan doona aayaadkan baa markii dambe soo degay aayaadka markii ay soo degeen baa markaa wadaadda loo yeeri waa arki doonaa xukunka markaa labadaa isqabtaa ninka hadduu xaaskiisa ku yidhahda gabadhaydoo zinaysanaysa ama xaaskaygoo zinaysanaysa ayaan arkoon indhahaygan kusoo arka hadduu yidhaahdo isagu maxaa u gudboon waxaa u gudboon laba mid inuu yahay hadduusan markhaati haynin inuu soo cadayo u sheego waa u furan tahay dabeetana licaantankii uu yimaado xukun baa ka dhalanaya waa taaban doonaa licaantankan ishabaaridu waa licaantanka ama uu iska furo isagoo waxba sheegi ilaa hadduu sheega garbaash baa kasoo horeeya ama licaantan baa kasoo horeeya ama iska furo uu yihahda nabada allah ku yahay dabeetana afkiisa iska qabsa labadaa mid wey wa ilaa qadaf baa imaanaya oo isaga laftiisii baa garaacid ku dhacaysaa laakiin allah subxaanahu wa tacaala xukun buu kasoo dejiyey ninka gabadha uu qabaa ku tilmaamo iyadoo zinaysanaysa arkay soo sheegay ninka mas-uulka ah u keenay ee arrintaa ku dhaqaaqay dushiisa waxaa ahaaday sida qur-aanku tilmaamay afar dhaarood baa dushiisa afar dhaarood baa dushiisa wuxuu ku dhaaranayaa inuu run sheegay waxa uu xaaskiisa ku sheegay inay run tahay buu afar jeer magacadla ku dhaaranaya tan shanaad wuxuu ku dhaaranayaa ilaahay lacnadiisa inay dushiisa aad hadduu been sheegay lacnaduna waa maxay bucdan can raxmat illahi ilaahay naxariistiisaoo laga fogaado wey waa xukun runtii adag in aada loo fahmana ay tahay hadalladan iska fudfududee odayga islaamtu markay iskhilaafaan ama wiilkii gabadhu iskhilaafaan si sahlan loola yahay markii lays nacabo qofa qofka kale meeshuu ka jilicsa inta lala fiirsado layska aflagaa doonayo waa arrin halis wey
وأهرين هذي سوي مالين مال ما هكمل ذا أي نن قلنا كان فلسطين أبغى قبر سوماليا ده واحد نروي قبر بوكا بسوماليا ده لبوي البيورش مالين ده دم والس خلافي ضد فرب بدم بعد عدي أنا قبل كم بالله نو حد وقتهين قري هنا نقل سوماليا باجر أو حقا قبل دي بالك إيمانا يا أبتي دي بإيمانا يا حقا أدير هذا دي بإيمانا يا إلما هذا دي بإيمانا يا تقولي وارس كسر بوقنا تقولي هنا تقولي وحوا قويسس كي وحوار المفتوح هو أو لكن كين ما كانوا كتدين وايد وحكروا لما كان لما نقول رقنا ما شو قبل دكارة ما ديري هني هو أي ولا ريه هني وحباي يميت الباب كان سو قراعي ولا يم ما كيل يميت هل ندب بوسوع عرضه نسواري هو إيش كان نبوي تروحوني نيو حد يوي ديسا شيخ وحد يوي ديسا ان غبردان 10 كون او دولار بالي غول مهري لا 10 كون او دولار هي اللي غول مهري واقو مركو خورناك خوناي نوقته وزاريه دي مركو ما دام وزاريه تهمه كاس ميغا دعايو هنا فوران روح 10 كون او دولار مركا يلو بخيو ديدي ميغا كاس ميغا دعايو انت يالاي كيرو خورني خلي بويا نكي بالي بوي وييت هاي بالي ورسي وجيرا مكو ساسا وجيرا مكو ايور حكوري قدف بات سماي سي افر مرخاتي ما هي سماي قدف بات سماي سي دان افر مرخاتي هين ولو قرا حيا الا شرع رشيا ولو قرا حيا انا امام محفولين كرامه لكن كوفا شرعي لا توصي صح ولو قرا حيا حدين نكون ويدنا لعان تم بعد عيا لبدينا والدين يريا ام حاجر وا لو كان عربي ويا كان ايات كمان كنت الاخري أرضهم شايفة جبح. إذا درت من الشرعية فهذه هذا الكمرك اللي قلنا واقع يوحى الشيء جاي يقف إنه فهن سيعي دينته واحد مهم أوي وأنا السبب ككيرة ضد هاد المسلمين هذا إن كتاب كنا برا نقف برك واحد فهم أيه وحقت كان يصير قلنا واقع سيد الدرادة منك هذه حاس كيسة وزرقة المانو إلى هذا وزانية شرعي وهو فرع يأفر من خاتيا إلوكيرا ما هي سو ما ها لعنتم بعد هي أفر دارود باوحو كل دارنا يا حاس كي سو حقوق أركز زينة ده إن وحدة أيدين إسلام كل أشيء غيو كل دارنا يا مركز شناد حولي يا إلهي إن حريستي سه إجف فوجيو هذا من شيء ده ألا إن حريستي سه إجف فوجي هذا من شيء ده أنت أسر ما كويل هذا بكبح كبد لو يريا سغو باقي سوا كبح ما العدل ابو بركه ثاني لو كبد بعدي سغي لو كبد بعدي قاعدي سديت انت في قرباش وا كبد بعدي يلا مرك الله عيت اما دل بي وتاغنت هو لا دليا حير غور بي سو مرتو نينكي وي واحد كدعوره اما هي دلفت داري بي مريسا وافرتي داروتي وحي مريساتي الهي سبحانه وتعالى عرضي سيسكت المامس ولو يرى وحاللي هرين تان باجرتا ما السمي سي فعل كان يفعل كان ما سمي سي زينة دان مكة شيء بالي هرين تان بركي لي راهدو مي هديت راهدو ولي بنت اللوى عبيو اللوى عنيو عقوبة أدويد يتان آخرات إي كان داريه من الله الشيخو لابد أقفوا لقوا عنيو حين سديت انقر باشو لقوا قدفتا ونين كان لقوا قدفتا أما قبل اللفتي لأي نقاط الدلك اللدلا وحكدر عذابك آخرة كدر ولو عنيو كبر دي بان لو يريا حلالي ما سميسي مي هديت راهدو أفر دارود بيضان دار عيسى و أي لا هاي إلهي مجي عيسى كب دارتي وحقو إغوشا غي من كاني باوي أفر جير بي دار عيسى مركز شناد وحي كب دار عيسى إلهي سبحانه وتعالى عرضي سدو الشيدة ها هاتو هدو نين كان رون شيدة نين كان هدو رون إغوشا غيو عرضا لدو الشيدة ها هاتو حكم با مركز لبدو دي ماشا كب دار عيسى واتابن دولنا أنت مركان نقلنا وإذا كسحابي جاها نك مركو كو أركي حاس كيسة ربنا هاي نبي قويين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حلو وقرا عيا هذيك هلا مرخاتي بات كيسة ما هاي يوي إلهي بقى فرن دونا جور محارد عي وحي جانا سود دقي مركو وحي جانا سود دقي وإذا كسحابي جاها ولو يري إسلام تير ولو يري إسلام تينا ولو يري لبدو دي ويجي مادين مركي اللغوذي بي مادين لعنتك أبا مركي لبدو دي بالمريض وذلك السحابي قاعد دارتي أفر جير أحباب الواحد أفر جير بو دارتي
مركز شنادنا وإسهباري حدان بين شيء إلهي لعنت يسدش لها عاتبور أنت مركو كذا حيدي ومركز اللويري جواني ورمجر تور كان مايا أفر دارود بين مرتي أفر تدارود مركي مرتي أي مركز شناد وقال له أن يوحى له يدي واتي واجب نيسي إمامك حكمك هيا لنو سيدا سيرا هذا شرع وتلمام أيا ورواتي واجب نيسي ورواتي واجب نيسي وركجوك هذا بين شيء ورواتي واجب نيسي أم حيث هاي إلهي سبحانه وتعالى عذابك ستي واجب نيسي كجو قبردي مركا وي حكاتي وقبردي سحابية ده وي حكاتي مركا أريتا مركا يدعا دبي او حكاتي إلى رجل الصحابة ده هاي ده إلى أمة لين إنه إلى كيران يسمعك إلا وحي واحد جروي إلى كيران يسمع قاعدة لين مركز أنت يهرب بسرعة تيثري والله إن أنا تركي عابيني إن أنا تركي عابينيني هرب بسرعة نارتي بي مرتي ما حكم وكذا لنا يا مركز حكم كذا لنا يا نبي عليه الصلاة والسلام مركز يساوي رجبا نرتعين كأي ده نك زاد زدلا دوبه تجي أوربي قاعدة وأنا الله شاكيني أقول له وحي ورطة عروش أحيكو قادة نينك عمالة نينك كالي زيادة لغو تلمامي باسكاي عروش أحيكو قادة نينك أسالة اللي هو نقرأي قراء عمو وعلبو نقرأي ولد الفراش حتى نقن ماي أبو حيور وحي لشبال الله يصوفي ريو تلمام بو نبي ربحي لغد ننبوا يكيني حدي نين نوع عصو ساس وهو بريا ووي نو ساس هداي داشو إلما نوع عصو داي داشو وهبل بوج نيكي كانوا تلمامو إلما نوع عصدي لشان وهبل وحي لشان يسوق هذا قبل نقول كي وين لشي نيكي لغو تلمام كزينا يستي لفتي سعن ويش فقال عليه الصلاة والسلام حوري حدي آياتك إلهي آنا أهان لهين شأني بقى يقوكا سبنان الله ومحيط هاي حكم كان كمر الله أقول لكن اللي عانتم بعد دعي ويلكي هاي لشي نوين حكم كإسلام كاكايب قال يا مصر وحكو حكم يبو مرتي دنبا نغضي لنا قول لبو نغضي خيبتي سمع لغو مقعد رجيل وغيرك قال شكا كمر إذن محمد كذا لنا وحكذا لنا إلا بدن لعنت كذا حماري كوهرت قبل عروش وحي كوه دي خير أبتدي أمو إلمها نقول يا نكي قبل شقك ملا وكو قدر كوه قدر كلامات وحو نقول يا لبدو له دي بني آدم كصهران دي بدم بسمة جور سكر بشر هذا لبدو دك صهران دي بسمة جور سكر أنت كلا خلق هذا دم أتى لبدو دكري صهران باين بكري اسمه جور سكر وكلت لي وكالتالي إذن لابدو دو سيدا سا حكم كودي او نقرأي او لعانتان قد احماري وحانا او نحمر لعانتان كاس اما قذف كاس والذين يرمون ازواجهم لابد اسقبتهو اما قروبا دي كالت افلقا دادا اي عايدا اي ازدنا اسكو تلمانك ايو ايو دي كور يسيبو قادنا اي لابدا هادا انكا هادلما اي لعانتك وا لابد اسقبتهو كري او نحماري إذن مركو وا هادا الادك إن ما تددكو اسكي دادان وا وحنو اسلو وري بهاد مركي انت يسكوح مادان حوغا لكارتا قبا إنه أفلق عادي ينك قبلي شرعي وحوت الماما يعين أنت الله صاقبته أبارك يسلمري سيدنا شرعي وحوت الماما يعين حيا لقف أيه أفلق عادي دين تنوحها معقر وحاحي لدونا مركة بين أبو رشال أو تلفت إذا رات كله قد أهم بين أبو رشال وضو المرينة إفكيبو أما بين أبو رشال وقصده سبب إلا ذا هاي إن بدلنا دقي ستين بارجينا يا حضرات فرب بدن بلغت دبي وقصة عائشة بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها مرافقين تهذل ذحون أي له عبد الله بن أبي بن سلولي ذكي كلكم راعي مؤمنين تحوجا سبح ذيئه هذل ذي عائشة كشجعان عائشة له عائشة وحن سميس والعياذ بالله هذل ذي أي له آيات في كسود دقيه أو يقلفت قذف المحسنات اللقولة لكن حون قنايا صدح قيود بمكان قنايا كو قرض قذف كجيسة محاحكم هو قبرية قرض اللوج يستوحى الشق قرحة الحال كوج السديب ويحي دتك كلام مؤمنين تهدتك أنا أحيين موقف كنا كقطعة لقدونا يا محوية صدح داس بان إن شاء الله وكوكو بدونا كون قرطقوف كيفك جسمينا وحوسن هو بنقطة واقع يدينتو تابني ما أبرنا نقفنا وحوسن هو بنقطة واقع هدو قطة واقع بين على وجه هدو قطة واقع واقف إفك سمي إفترى سمي يوي هدو سلو هاي المرخاتين عائشة بنت أبي بكر مركي اللي هذا الله أحنا لقى الشيغي غزوة دي مركي لقى صلى الله عليه ننك قد واقعين عبد الله بن أبي بن سلول وها أهل انتاس نأي سعوة المدوحة مقالة مدينة مركي اللي يمي
iyada wiil baa ay xanuunsanayd markay soo caafimaaday uma mistax markay u sheegtayna xanuunkeedii xanuun u kordhay gabar yar oo 15-16 jirta weliba dhibaatadaa dhacday u dhabar adeegtay ra-iisul dowla oo rasuulullaahi ahbaa qaba ninka dhalay waa abuubakar sidiiq radiyallahu tacaala canhu qiimiga gabadhaasi ay joogto waad garan kartaa gabar haddana da-yar ah iimaankeeda iyo quwadeeda ilaahay siisay u adkaysatay idan arrintaasi markay dhacday dadku saddex bay markaa noqonayaan horta dhaqan xumadan qolada inta samaysay aan ka toobad keenin allah subxana watacala cadaab uu ballan qaaday ayad wataan hadaati tilmaamay min aladiina yarmuuna almuxsanaat alghaafilaat almu'minaat lucinu fi dunya waalaakhira walahum cadaabun cadiimu wey munaafiqiin hadday yino gaalo qalgaalinimo qalbiga ugu jirtana allah subxana watacaala wuxuu leeyahay waladii tawallaa kibrahu minhum lahu cadaabun cadiim mu'miniintii kale markaa maxaa la yiri ee arrintan maqlaysay haddaad maqashid hebel oo wax laga sheegayo adna khayraad ku og tahay heblaayo oo af xumo laga sheegayo adna khayraad ku og tahay waxaa lagaa doonayaa waxaa lagaa doonayaa isla markiiba arrintiinaad joogsatid oo tiraad war ilaahay ka baq qofkaas waxaan khayr ahayn wallaahi inaanan ku ogeyn qofka walaalkaa muslimka ee kaa maqanoo cirdigiisa iyo sharafkiisa aada difaacdaana sharaf iyo qiimi wey adigana allah subxana watacaala baa difaacaya cirdigaada weliba maalinta maalin aan ahayn ba rabbi subxana watacaala kugu naxariisanaa yowma alqiyaamaa idan markaa qofka muminka ee kale waxaa laga doonaya qofkaanoo lagu xadgudbaya zinadoo keliya maaha xataa qof walaalka oo tacadi lagu samayna ama gabar walaasha tacadi lagu samaynayo marka aad maqashid ilan waxaan u damqannaa waxaa la yidhahda qabiilka iyo reerahaba waan u damqannaa wayn diinta waxay sheegaysa loo damqada waxaan ognahay haddii qofka qabiilkiisii oo lagu xadgudba ama wax laga sheegaya u arkaa dagaal buu kuxiga hadduusan gacan qaadin afka waxba la hadhibay idan ma diintii waxay tilmaantay baa kaala sahlanaaday qabiilkaagu waxa wiy waa in walaalkaa mumin la kufaraya waa in walaalkaa muminka ah markii dhiba ama walaashaa muminada markii wax laga sheegayo aad tiraahdeed wallaahi waxaan khayr ahayn kuma ogin way dhacday mucaad ibnu jabal ghaswatu tabuuq sanadkii 9aad ee hijrada markii la aaday mucaad ibnu jabal waa tii ninkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam markuu weydiistay kacba yidhi kacab aawe ee ninkii kale u yidhi waxaa mashquuliyey labadiisa go mucaad muxuu yidhi bisa maa qulta waxaad ku hadashay baa baasi wallaahi yaa rasuul allaahi kacab waxaan khayr ahayn kuma ogeyn buuri suu difaac bale kacab waxaan khayr ahayn wallaahi inaanan ku ogeyn buuri sidaa daraaddeed qof mu'mina haddaa tahay waa inaad difaacdaa carabkaaga aad ku difaacdaa walaashaa mu'minaadka oo wax laga sheegaya markaad maqasho wax sheegidda noocay doontaa ha noqoto walaalkaa mu'mina wax laga sheegayo waa inaad carabkaaga ku difaacdaa oo aad tidhaahdeed wallaahi waa been abuurasho cata waana tan allah addoommadiisa ku ammaanay runtii mararka qaarna inay ee tahayba loo maray maxaad u yeeri weydaan laleey lowlaa ida samictumuuhu dhanna almu'minuuna waalmu'minaatu bianfusihim khayra wa qaaluu hada ifkun mubiin maxaad saa u dhihi weydeen baa laleey oo aad u dhihi weydeen kuwaan dhibaatada ku sheegaya gabdhaha muslimaadka ee mu'minaadka ah afar markhaati may la yimaadaan hadday run sheegayaan wallaahi waa beenaalayaal kuwa gabadha muslimada wax ka sheegay mowqifka muslim haddaa tahay inaad qaadatay lagaa doonayo haddaad aragtid gabadh muminadoo lagu xadgudbay ee wax laga sheegay been bay sheegayaan hadday daacad ka tahay afar markhaati may keenaan idan qofka wuxuusan cilmi u lahayn aqoonno u lahayn ee uusan arag inuu ku hadlo allah subxaanahu watacaala waa ka digay weliba hadanadaad ku dhawaaqdeen waxaa la leeyahay ee qadafka iyo dhibaatada ah idinku agtiina iska dhex bay ka tahay laakiin allah subxaanahu watacaala agtiisa wax culus bay ka tahay id talaqawnahu bialsinatikum marka aad la kulkulmayseen carabadiina aad kula kulmayseenood lahaydeen afkiina ka lahaydeen waxaysan aqoon idinku sugnaanin oo aad u malaynayseen waxaad carabka ka lahaydeen waa sidaasay ahayde carabka aad ka lahaydeen hayinan mid fudud inay tahay wahuwa cind allahi cadiim baa allah subxaanahu watacaala yidhi ilahay agtiisana wax weyn oo culus bay ka tahay idan waxaa la iska leeyahay sida fudud loo dhahayaa allah subxaanahu watacaala agtiisa waxay ka tahay wax aada u weyn bay ka tahay waxaa la doonayaa dadka mu'miniinta inay yidhaahdaan xaq uma lihin inaan ku hadalno waxa kan ilaahay baa ceeb ka hufan waxaan waa aflagaada iyo been abuurasho gabadha muslimada ah laga sheegay
احبقوا لدفاعي كمت مركز ربنا لا يهي إلهي وإذين وارنا يا إنا إذن أمنا قرن لكن حمدان وكرنا لن سمين أي ربي إذن كوارنا يا وحكرا سورة أي تلمان ميسا كو جعل أيضا نكال لدغس كو جعل ضدك مؤمنين تهالي الرسول رمي تحدد حمان تأني كفافتو إلهي وحق بلان كادي أدونك تيكونو ليهين إن ربي سبحانه وتعالى دل لكونو ليهين الدنيا آخرة بعد أذك بقى الله بلن كذا وقوة وقوة جعل ضدك مؤمنين تلحد ذي عبدين كفافته وقف كصوم مؤمنين وحماه ضدك المسلمين تأي حماه تد إلهي السماء يعني وحاجرة النوع وحاجرة خالد سجى بركو قرطتك ربنا يخلد ما جعل سجى كيد وحماه تد قارو سنقول نقارن إذا وين عدا مجتمع الحديثة وأن سجى كيد وسنقول نقارن تكعبار لو سنقول نقارن ضدك ربنا يحماه تد الله صغر ضد جعل باجرة نوع عيدون طبعا نقطة نمي من ما قف كسماء بالشلة تحديدا فاحشة يحمان إن يقف عفتر يجع فاحشة أصلا تجدين وتقال الدين لكن هذا نا وحكستو حم بين قانيسا نمي ما قف كذا تقال نح أرض يسق در بالشلة تحديدا حمان إن يقف عفتر يجع لاستي حنت يبعي قوة كشقيا بالشلة تحديدا حمان إن يقف عفتر يجع لاد وأنا سوقي يا قربا إن كانت كل عدل عقابي سيروكلا وحان هسه هي قرنك هي بختك هي وحول بو الله نعي قرده كشقيسه اي كدداش بلشده دخدد حمان اني كفافت نوعي دونت به نقطه مجتمع اسلام كرب سبحانه وتعالى وحو جعلها اني نقضان مجتمع نظيف او وناكسن او عافي ما قبا رب سبحانه وتعالى سدان وجعلها بلشده ورجعلها قران كان وحل لو سن دجيي بابا وحاء ان ضطوا اي نقضان نرشد ذا النرام سليم وعافمات قبطو طريق الله سبحانه وتعالى الرسول في سبعي وقرائيان سيدوك آخرنا جنة إنا يتقام قرآن كبم حلو سيد جي سنة النبي قلنا ورحت الله الدنيا آخرة وددك ودد ليباني إنا ينقضان دد فيعان إنا ينقضان ومد سليمة إنا ينقضان إذن مركا قفك عكسك قاتج على يستي إن ددك دحدو ذو حماني أي كفافته محو نقرأ الله سبحانه وتعالى بعكسي رسولك عليه الصلاة والسلام شريعة إلى صدر أونو الشريع وعكسي بلشد دحل دين الحماتة ودوريا وحقو مذيها كفكاسي وحويان إن لا عقاب أدونا لو عقاب أخيرنا لو عقاب أدون إي آخرة بإن لو عقاب أي كفكاسي مذيها وانا تن الله سبحانه وتعالى نوت المامي وهارسمك عدك استوح ماك شقيسة وواحد مجتمع ده دي سد بات وكيريا كشقيا أيضا وسودري وحكر الصورة النوت المام يسع قف كمو من كائن النقطة قف صبر بدن قف كمو من كأ إنه النقطة قف صبر بدن وحكستوا لجوج يستقف الضل قاتا إن النقطة اللهم واحد أباها شريعة الدين دي ميال وحادرين نغفلا أبو بكر رضي الله تعالى عنه أبو بكر رضي الله تعالى عنه مركي أيضا علي أحرنتان إيادة أح عائشة أي كأفل لغادودين قرد المنافقين تابلا بحقا مؤمنين كهكار كميت أي كسر حارين حارد علي وحارد علي وكجري مصطح ابن أثاثة وأبو بكر قرابة أي عائل أبو بكر وادارت إنه قوي لا يقدرت وسندد أبو حسينين قرآن باسود دقي أبو بكر قرآن هو كأدب قاتل رضي الله تعالى عنه وأرضاه دارت واقصون نقضي إلهي سبحانه وتعالى بنا آدو أماني سيدا درادت بارتل لقوك جيستي درادت أصحان أتسمين درتها وقوي وحردهن ما دام ورد بارتدان لي جيستي ما دام أني بعتذر لي جيستي هني يقول محيي ريا خلاص من أذكر بنك إستاريا هديه محيي ريا بنك أبو بكر وقاتيلة هنا وكو أمانين قادة توح روح بدوي حريرة سمي نيسي قرابات حريرة نيسي سمافل خيرات كشقي نيسي لبدن بكاسو جاري وحي كاسو جاري سببته هأقولين وهديه وروح ما دام ولا يقول سمي ماي وقعي تأذب وين قرآن كلا جيت وحين الدوني سواح يا ما فضل لقيت كيمي كبدنا سرير الدوني سا
سدا سو نودوريسا سدا سو كاري waxay suuradu tilmaantay oo runtii aad loogu nuux nuuxsaday qadfil muxsanad wuliba ilaahay subhanahu wa ta'ala aayisha iyo dadka lamidkii dariiqeeda ku waraaca rabbi wuxuu ku tilmaamaya dadka muxsanadka ee gaafiraadka ah ee mu'minaadka waa saddex sifo cajiib ah waa dhowrsoon tahay waxaan la sheegayay inay sameysaa iska badaaya xitaa qalbigeeda kuma soo dhicin samayn iska dhaafa qalbigeeda kuma soo dhicin iimaan alla uu u qiray dadka noocaas dadka ku gafaya ilaahay aftiisa maxay ka mudan yihiin alla aftiisa waxay ka mudan yihiin in la lacnado adduunka lagu lacnado lacnadana maxay tahay ilaahay naxariistiisa qofka laga fogeeyo aakhirada in lagu lacnado cadaab aad u weyn inay aakhira ku yeeshaan weliba dhaqan xumadii ay sameeyeen baa maalintaasi xubnahooda qaar ka mid a laga hadlinayaa xubnahooda qaar ka mid a laga hadlinayaa waxaan markaa rabbi subxaanahu watacaala kore noo tilmaamaya dadka xunxun dadka xunxun bay leeyihiin waataan soo marnay azani laayanka xilaa zaaniyatan oo mushrika wa zaaniyatu laayanka xilaa zaanin oo mushrik wa xurima dalika cala almu'miniin dadka xunxun dadka xunxun bay leeyihin qof xun qof xun buu leeyahy qof wanaagsanna qof wanaagsan buu leeyahy gabadha xun nin xun bay leedahay ninka xunna gabadh xun buu leeyahy gabadha wanaagsan nin wanaagsan bay leedahay ninka wanaagsanna gabadh wanaagsan buu leeyahy إذن عائشة بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها وأرضاها وجعل الجنة مثواها إلهي سبحانه وتعالى كرر للمرضى عائشة بنت أبي بكر رسول الله أي زوجها أبو بكر نوال علي كي مجيدي بها لكان لغو أمانايا وذاك صفوان هلفتي سيرة ساسو كروال أمانايا أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم رب سبحانه وتعالى إذن qaybtaasaan maanta kusoo gabagabayn doono haddii allah subxaanah wa tacaala ogolaado waxaa noo dambayn doono berri aan qaadan doonaa qaybo bulshada inteeda badan muhiim u ah oo maxay tahay aadaabta iyo akhlaaqda guryaheena annagu aan ku noolnahay dadka dibadda nooga imaanaya sideen ula tacaamulaynaa kow annaga lafteenna guryaheenna ubadka jooga hadday qaangaar yihiin iyo haddaanay qaangaar ahayn sideen ula tacaamulaynaa waa ubadka adiga aad dhashay caruurtaada guriga joogta sidee loola tacaamulayaa kuwa qaangaarka iyo kuwaan qaangaarka ahayn way noogu jiri doontaa inta bannaanka ka timaad inta guriga ku nool intuba waxaa noogu jiri doona qudul basar oo aragga in la laaba ah rag iyo dumarba ilan dabargooyin waxaa lagu hayaa wixii sine la dhihi jiro dhaqan xumo la dhihi jira rabaa in la dabargooyo oo la baabi'iyo suuraddana gundhiga ay u tahay aragga in la laabo waxaa noo imaan doonta xijaabkaa laga hadli doonaa iyo arrimaha layska sahladay ayaa laga hadli doonaa waxaa noo imaan doonta guurka in laysu guuriyo dadka madax bannaanka loo guuriyo waxaan arki doonaa sidaasoo kale qaybo ka mid ah oo ku saabsan xukunka islaamiga ah ilaan intaasaan kusoo gabagabaynaa wailaahuna wabilaahi towfiiq جزا الله شيخنا الفاضل خيرا جزاء إلهي سبحانه وتعالى شيخ وحن وقبرنا أن الميزانك حسناتك أسارة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم إنك ونقلق الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه